شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة. بايدن يتعهد ببذل قصارى جهده لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار. والسلطات الروسية تبدأ إجلاء السكان في منطقة جبال الأورال بعد تصدع سد وحدوث فيضانات. الثامنة صباحاً، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، مرحباً بكم. والبداية مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات الاحتلال على مناطق مختلفة من غزة. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت بالمدفعية منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وحي الصبرة وسطها، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة نحو 10 آخرين. كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيقات مستقلة في مقتل جميع موظفي الإغاثة الذين سقطوا في قطاع غزة وعددهم 196. كما عبر عن أمله في أن تزيد إسرائيل بسرعة وبشكل فعال إدخال المساعدات إلى القطاع. وذكر غوتيريش أن الحكومة الإسرائيلية أقرت بارتكاب أخطاء، مضيفا أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في من ارتكب الأخطاء وإنما في الاستراتيجية والإجراءات العسكرية المطبقة والتي تسمح بتكرار هذه الأخطاء مرة تلو الأخرى. وأشار غوتيريش أن إصلاح هذه الأخطاء يتطلب تحقيقات مستقلة وتغييرات ملموسة ومحسوبة على الأرض دون أن يوضح الجهة التي يمكن أن تجري هذه التحقيقات. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الوضع في غزة في أعقاب قتل قوات الاحتلال 7 من عمال الإغاثة في غزة. واستمع المجلس إلى إحاطتين من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ورئيسة منظمة إنقذ الطفولة بالولايات المتحدة. من جانبه أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن قتل عمال الإغاثة ليس حادثة معزولة، مضيفا أنه من المؤسف أن الأمر احتاج إلى مقتل أجانب حتى يعترف البعض بالمصير الذي كان مخصصا للفلسطينيين لمدة 180 يوما حتى الآن. قالت جانتي سويريبتو الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقذ الأطفال إن 350,000 طفل في قطاع غزة يعانون المجاعة ونقص المواد الغذائية. وخلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن قالت رئيسة المنظمة أن 80% من المنشآت التعليمية في قطاع غزة تعرضت للدمار، منوها بارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.
يعيش الأطفال في غزة واقعا مريرا في ظل تحولهم إلى بنك أهداف لقوات الاحتلال، ومن نجا منهم تستنزف أحلامه المآسي. المزيد في العرض التالي مع الزميل كريم الخولي. أهلا بكم. أكثر من 6 أشهر من الخراب والدمار مارس فيها الاحتلال الإسرائيلي كافة الانتهاكات الإنسانية في عدوانه وحصاره على قطاع غزة بما يخالف الأعراف والقوانين الدولية وتحديدا تجاه الأطفال الفلسطينيين. الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين قال إن قوات الاحتلال تقتل نحو 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، مؤكدا تسجيل أكثر من 14,350 شهيدا من الأطفال الذين يشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة. يأتي هذا بينما يعيش أكثر من 43,340 طفلا دون والديهم أو دون أحدهما، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع وبالتزامن مع ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بشكل مثير للقلق بين الأطفال دون سن 5، وزيادة كبيرة في معدل الوفيات، إذ أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد عشرات الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف في مستشفيات قطاع غزة. من جانبها أوضحت وكالة يونيسف أن معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في شمال غزة ورفح جنوبي القطاع تضاعفت تقريبا مقارنة بيناير 2024، إذ ارتفعت إلى 31% بين الأطفال تحت سن 2 في شمال غزة، وإلى 25% بين الأطفال تحت سن 2 في رفح الفلسطينية، مؤكدة ارتفاع معدل الهزال الشديد إلى 4.5% بين الأطفال في مراكز الإيواء والمراكز الصحية في شمال غزة، بينما يعاني 28% من الأطفال دون سن 2 في خان يونس سوء التغذية الحاد. الأزمة الإنسانية لأطفال غزة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ يجد الأطفال حديث الولادة أنفسهم في معركة صعبة للبقاء على قيد الحياة، إذ كشفت البيانات الصحية الصادرة عن اليونيسف عن ولادة نحو 20,000 طفل في ظل العدوان الإسرائيلي منذ اندلاعه على قطاع غزة، ما جعل العديد منهم ناقص الوزن ويعانون مشاكل صحية عند ولادتهم، خاصة في ظل نفاد الإمدادات الطبية اللازمة. وبالنظر إلى مشاهد القتل والدمار، فإن العدوان الإسرائيلي المتواصل يترك آثارا نفسية عميقة على أطفال غزة، تسيطر عليها العواطف السلبية مثل الخوف والقلق والاكتئاب والصدمة النفسية وتداعيات الخسائر المادية والبشرية، حيث أشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين إلى وجود أكثر من 816,000 طفل في غزة بحاجة إلى مساعدة نفسية من آثار العدوان الإسرائيلي. وبالتزامن مع معاناة أطفال غزة، ترتكب قوات الاحتلال أبشع الانتهاكات أيضا بحق أطفال الضفة الغربية، إذ أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني استشهاد أكثر من 115 طفلا وإصابة أكثر من 720 آخرين منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي، مشيرا لتهجير أكثر من 700 طفل في شتى أرجاء الضفة الغربية بسبب هدم منازلهم وخلال العمليات العسكرية، ولا سيما في مخيمات اللاجئين في طول كرم وجنين. وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال 500 طفل من الضفة الغربية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منهم 318 طفلا من محافظة القدس. ووفقا لبيانات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، فإن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 204 أطفال في سجونه، منهم 202 من الضفة الغربية وواحد من قطاع غزة، وتمثل كل الأرقام الكبيرة السابقة قصة محزنة عن الخسارة والفقدان غير المسبوق. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول استهداف الاحتلال عن عمد الأطفال الأبرياء داخل قطاع غزة بما يخالف كافة القوانين الدولية والإنسانية. أشكركم على حسن المتابعة.
جازف طفل فلسطيني بحياته من أجل إنقاذ الفلسطينيين حيث يعمل كمتطوع في مستشفى الأقصى في غزة. المزيد في التقرير التالي. بخطى ثابتة وهمة عالية يتجول الطفل الفلسطيني زكريا سرسك البالغ من العمر 12 عاماً بين المرضى في مستشفى الأقصى بقطاع غزة، ليس لتلقي العلاج وإنما لتقديم العون للأطباء في مساعدة المرضى. أنا زكريا محمد سلامة السرسك، متطوع في مستشفى الأقصى، بنجيب إصابات على مستشفى الأقصى وبنجيب شهداء في الثلاجات، بطلع مع الإسعاف نجيب حالات. الطفل الفلسطيني واحد من بين ملايين النازحين الذين أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم ليحتمي بمستشفى الأقصى من الغارات الوحشية للاحتلال. أنا بساعد الدكاترة جوا ونركب كالينات وفك محاليل من ودي صبط على شاعة بنجيب صبط من الجرحى على الجسم. ورغم حداثة سنه فإن زكريا متعدد المواهب، فهو يعمل كمتطوع في مساعدة الأطباء على نقل المرضى وقياس ضغط الدم وتعبئة الحقن. ارفع أنا بنجيب يما نطلع السيدة بنجيب الصباط بحزن على أطفال بنجيب هذا كل بنجيب الإصابات في مستشفى الأقصى. ويعد مستشفى الأقصى واحدا من المستشفيات القليلة التي لا تزال تعتني بالمرضى الذين نجوا من الغارات الإسرائيلية التي لا تفرق بين صغير وكبير. أدانت المجموعة العربية بأشد العبارات الجرائم التي ارتكبت بحق موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي وغيرهم من العاملين في مجال الإغاثة في غزة. ودعا المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل نيابة عن المجموعة العربية إلى إجراء تحقيق دولي في هذه الحادثة التي جاءت على الرغم من كل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني. أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن المعلومات الواردة من إسرائيل بشأن مقتل عاملة إغاثة أسترالية جراء غارة إسرائيلية في غزة غير كافية. وكانت العاملة الأسترالية من بين 7 عمال إغاثة يعملون لصالح المطبخ المركزي العالمي قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة. رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الثلاثة التي تبناها مجلس حقوق الإنسان بشأن فلسطين وثمنت مواقف الدول التي صوتت لصالحها، وأكدت في بيان لها أن ذلك يعكس الإجماع الدولي على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وكذلك رفض جميع الإجراءات غير القانونية والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك العدوان على غزة. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة ارتكبت في قطاع غزة، وصوتت 28 دولة لصالح القرار وامتنعت 13 دولة عن التصويت وصوتت 6 دول ضد القرار. بعد 6 شهور كاملة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، خرج مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن صمته ليتبنى قراراً يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة، كما طالب بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل محذراً من مخاطر وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. القرار صوت له 28 من أعضاء المجلس 47 مقابل 6 أعضاء صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا،
فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، بينهما فرنسا والهند واليابان. وإن كانت نبرة القرار بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته. ويدعو مجلس حقوق الإنسان من خلال القرار كل الدول إلى وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان. كما يدين استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات الأثر الواسع النطاق في مناطق غزة المأهولة، واستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية. كما يطالب القرار إسرائيل بوضع حد لاحتلالها للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967، وكذلك رفع حصارها فوراً وكل أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة. وجاء موقف مجلس حقوق الإنسان بعد أسبوع من إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً في نيويورك يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بفضل امتناع الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل عن التصويت، غير أن النص لم يكن له أي تأثير على الأرض حتى الآن. في كل مرة يصدر فيها قرار دولي تبرهن إسرائيل أنها كيان خارج كل الأعراف والقوانين وأنها مستمرة بالضرب بعرض الحائط، كل ما يؤدي إلى تقليص هيمنتها وهمجيتها بحق الشعب الفلسطيني. المزيد في العرض التالي مع الزميل كريم الخولي. أهلا بكم. قوانين دولية تم سنها لتخترق بمنتهى الوحشية في ظل عدم وجود رادع للانتهاكات، هكذا هو حال قطاع غزة تحت العدوان والحصار الإسرائيلي لأكثر من 6 أشهر متتالية أمام مرأة ومسمع العالم، ومع تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في التاريخ الحديث داخل غزة جراء حرب الإبادة والتجويع، اتخذ عدد من المنظمات قرارات لوقف العدوان وإدخال المساعدات للمدنيين، إلى أن الاحتلال لم يأبه لكلمة واحدة. أحدث القرارات الأممية التي اتخذت تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة هو تبني مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا بوقف أي مبيعات للأسلحة لإسرائيل، في قرار يحذر من مخاطر وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، ليصبح أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي صوت عليه 28 من أعضاء المجلس 47 لصالح القرار، يحض كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، وذلك لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لتجاوزات لحقوق الإنسان. كما يطالب إسرائيل بوضع حد لاحتلالها للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967، ورفع حصارها فورا وكل أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة. قرار المجلس هو ليس الأول من نوعه، حيث سبقه عدة قرارات من منظمات أممية ودولية مختلفة، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي الذي أيده 14 عضوا والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، غير أن النص لم يكن له أي تأثير على الأرض حتى الآن. جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية في يناير الماضي تدابير أكدت فيه ضرورة امتثال إسرائيل الكامل اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحة أن الوضع الخطير في غزة يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة. وبعدها بأسابيع قليلة وتحديدا في مارس الماضي، أصدرت العدل الدولية قرارا ينص على إضافة تدابير أخرى للإجراءات المؤقتة المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، مشددة في قرارها
على ضرورة أن تضمن إسرائيل بشكل فوري عدم ارتكاب قواتها أعمال تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة. القرارة الأممية تأتي في ظل تواصل الدعوات والمطالبات من كافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية بضرورة وقف فوري لإطلاق النار داخل غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي وضرورة إنفاذ المساعدات لسكان القطاع المحاصرين دون أن يلتفت الاحتلال الإسرائيلي لأي من القرارات أو المطالبات ضاربا بكافة القوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول أبرز القرارات الأممية التي تم اتخاذها من أول حرب غزة ولم ينفذها الاحتلال الذي واصل حرب الإبادة الجماعية والتجويع بحق شعب أعزل داخل قطاع غزة. أشكركم على المتابعة. هنأ المستشار الألماني أولاف شولتز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على منصبه الجديد، مؤكدا الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأعرب شولتز في برقية تهنئة عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الفلسطينية، لافتا إلى أن ألمانيا سوف تواصل دعمها للوصول إلى الإصلاحات الشاملة. قالت محكمة العدل الدولية إن كولومبيا طلبت منها السماح لها بالتدخل في قضية جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. ودعت كولومبيا في طلبها المحكمة إلى ضمان سلامة الشعب الفلسطيني ووجوده ووضع حد للجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين. خلف العدوان الإسرائيلي على غزة دمارا هائلا طال كافة مناحي الحياة، وبحسب تقرير دولي فإن تكلفة أضرار البنى التحتية في القطاع تبلغ نحو 18.5 مليار دولار. المزيد في التقرير التالي. دمار وخراب، أطلال مدينة تحولت لسراب، مستشفيات ومبان صحية سويت بالتراب، تساؤلات عديدة عن المصير ولا جواب. في قطاع غزة حيث تعالت داخليا الصرخات وتزايدت عالميا التنديدات وتصاعدت أمميا حدة التحذيرات. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أوضحت أن أكثر من 75% من سكان غزة نازحون الآن بسبب الحرب، وغالبيتهم نزحوا عدة مرات، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة تسبب في تدمير نحو 62% من جميع المنازل في القطاع. جاء ذلك بعد أيام قليلة من إصدار البنك الدولي والأمم المتحدة تقريرا جديدا مشتركا أفاد بأن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة تقدر بنحو 18.5 مليار دولار. تدمير المباني في غزة لم يتوقف عند هذا فحسب، إذ قالت منظمة الصحة العالمية إن 10 مستشفيات فقط من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي وسط الحرب المتصاعدة، موضحة أن الخدمة الطبية في القطاع حاليا مصابة بالشلل. انهيار البنية التحتية في غزة أزمة كبيرة، لكنها لا تقارن بالمأساة الإنسانية المتفاقمة جراء تواصل العدوان والحصار، ما يسفر عن سقوط آلاف من ضحايا الغارات والجوع وتحديدا من الأطفال. إذ أوضح نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف أنه شهد تدهورا مذهلا في أحوال الأطفال في غزة عندما زارها في يناير الماضي، ورغم المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يرتكبها الاحتلال بمنتهى الوحشية داخل غزة، يبدو وأنه لم يكتفي بعد من إزهاق المزيد من الأرواح عبر استهدافه بما يخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية مسؤولي الإغاثة داخل القطاع، ما دفع منظمات إغاثية دولية للتأكيد أنه لم يعد بوسعها فعل المزيد لحماية موظفيها في قطاع غزة. وقالت الأمم المتحدة أن نحو 200 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا حتى الآن في العدوان المستمر منذ أكثر من 6 أشهر.
قال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن قرار إسرائيل بفتح بعض الممرات الجديدة للمساعدات الإنسانية في غزة لن يكفي لمنع المجاعة في غزة. وقال بوريل إن القرار الإسرائيلي جاء بعد التنديد واسع النطاق لمقتل 7 من موظفي منظمة المطبخ العالمي والضغوط الدولية المتزايدة، مشيرا إلى أن القرار لا يكفي هذا لمنع المجاعة في غزة. وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الملزم رقم 2728. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده تتطلع إلى تحقيق المحاسبة بشأن الغارة الإسرائيلية على قافلة الإغاثة التابعة للمطبخ العالمي، مشيرا إلى أن واشنطن ستراجع تحقيق إسرائيل في الغارة كما ستنظر بعناية فائقة إلى الخطوات التي ستتخذها إسرائيل. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن حياة المدنيين يجب أن تكون لها الأولوية على العمليات العسكرية في غزة وليس العكس. قال محامون حقوقيون إنهم رفعوا دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية لحملها على وقف صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أن الأسلحة تستخدم في غزة بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي. وقال المحامون في بيان إن شحنات الأسلحة والدعم اللذين قدمتهما ألمانيا لإسرائيل ينتهكان التزامات البلاد بموجب قانون مراقبة الأسلحة الحربية. واستشهدوا بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير الماضي يطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين. وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. تميزت الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية بالثبات من خلال رفض الاستيطان أو أي إجراءات إسرائيلية أحادية تعوق إقامة الدولة الفلسطينية، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها عودة اللاجئين. خلال عقود من الزمن حرصت مصر على اعتبار القضية الفلسطينية قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمي، انطلاقا من مسؤوليتها دائما إزاء أمن واستقرار المنطقة ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين. مصر كانت ولا تزال تتحرك بشكل متزامن دائما مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني، حيث نجحت دائما في الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية، مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين.
المواقف السياسية المصرية أظهرت الثبات في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، على رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، ورفض عملية التدمير والقتل الممنهج، ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى. الموقف المصري الداعم للأشقاء الفلسطينيين ظهر بوضوح على لسان الرئيس السيسي، الذي أعلن بشكل واضح أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر. وقد أكدت مصر منذ اللحظة الأولى على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل، وليس فقط بالداخل الفلسطيني. في الوقت نفسه وضعت مصر خارطة طريق تضمنت تصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي، ووصف بالحل العام والأشمل، إذ تستهدف الخارطة المصرية في المقام الأول تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وإعادة إحياء مسار السلام، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. جهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية لطرح حلول يمكن من خلالها وقف التدهور القائم في قطاع غزة وسوء الأوضاع الإنسانية، وسط استمرار لسياسة التهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل، وهي جهود بدأ التمهيد لها عبر التواصل الدبلوماسي والسياسي المستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية. يعد الجهد الإغاثي المصري في قطاع غزة هو الأهم والأكبر، حيث مثلت نسبة المساعدات المصرية للقطاع نحو 87%. المزيد في التقرير التالي. انطلاقا من إيمان راسخ بأن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من التاريخ والوجدان المصري، لم تدخر مصر جهدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لضمان استمرار نفاذ المساعدات للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. مصر التي لطالما اعتبرت القضية الفلسطينية هي قضيتها الأساسية حرصت على استدامة العمل في معبر رفح على الدوام رغم القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه في أكثر من مرة، وعلى الرغم من كافة العراقيل والقيود التي تحاول إسرائيل فرضها، فإن مصر ظلت ملتزمة بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة، وضغطت في البداية عبر ورقة مزدوج الجنسية لضمان نفاذ المساعدات. القاهرة حرصت أيضا على إقامة سلسلة من المخيمات في جنوب قطاع غزة
كان آخرها مخيم خان يونس لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين من وسط وشمال قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية، كما حرصت القاهرة كذلك على تفعيل جسر جوي إنساني، حيث استمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية. وعلى مدى الشهور الماضية تواصلت الجهود المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية تزامنا مع استمرار وصول طائرات الإغاثة لمطار العريش الدولي. الجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة كان الأهم والأكبر، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87%، وهو ما يؤكد أن دعم القضية الفلسطينية بمثابة عقيدة راسخة في الوجدان المصري. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في ضربة صاروخية روسية على مدينة زابوريجيا، وقال مسؤول أوكراني إن 4 من المصابين في حالة خطيرة. وأفادت الشرطة الأوكرانية بأن روسيا أطلقت 5 صواريخ على المدينة. أعلن الجيش الروسي أنه سيطر على بلدة فوديانيه التي تبعد حوالي 5 كيلومترات عن مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه على جبهة أفدييفكا سيطرت وحدات التجمع الأوسط للقوات المسلحة الروسية على بلدة فوديانيه، مؤكدة أن القوات تمكنت أيضا من السيطرة على مواقع أكثر فائدة. قال الجيش الأوكراني إن دفاعاته الجوية تصدت لكل الطائرات المسيرة الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا. وفي مقابل ذلك تكثف أوكرانيا في الآونة الأخيرة هجماتها ضد الأراضي الروسية وتستهدف على وجه الخصوص منشآت الطاقة. منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا يبدو أنها أصبحت في الأسابيع الأخيرة الهدف الأهم في الحرب المستعرة الدائرة بين البلدين. الجيش الأوكراني أعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لكل الطائرات المسيرة الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا، لكن الحطام ألحق أضرارا بعدة مساكن ومبان في زابوريجيا، حيث تسعى موسكو من خلال تلك العمليات لتعطيل شبكة الكهرباء والطاقة في البلاد. كما أعلن سلاح الجو الأوكراني
عن تدمير مسيرات روسية أخرى استهدفت مناطق أخرى، وهو الهجوم نفسه الذي استخدمت فيه روسيا صواريخ S-300 وS-400 وصواريخ بالستية من طراز إسكندريم. وفي مقابل ذلك تكثف أوكرانيا في الآونة الأخيرة هجماتها ضد الأراضي الروسية، وتستهدف على وجه الخصوص منشآت الطاقة بعد أن توعدت كييف مرارا بنقل القتال إلى داخل روسيا ردا على الهجمات الكثيفة التي تتعرض لها منذ عامين. وفي هذا الإطار أعلنت موسكو عن تدمير عشرة الطائرات المسيرة التي أطلقتها كييف نحو مناطق روسية عدة في هجمات واسعة النطاق تركزت في منطقة روستوف التي تضم المقر العسكري للعملية الروسية في أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت أقر فيه مكتب الرئيس الأوكراني باقتراب أوكرانيا من لحظة حرجة على خلفية نقص الأسلحة في الجيش وتأخر المناقشات الجارية في الكونغرس حول حزمة المساعدات المخصصة لكييف. ووفقا للرئاسة الأوكرانية فإن البلاد بحاجة ماسة إلى أنظمة دفاع جوي بالإضافة إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، مرجحة أن تكون مدينة خاركيف الواقعة شمال شرق البلاد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا الهدف الأكثر ترجيحا للتوجه الرئيسي للهجوم. أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا استعداد بلادها تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16 وغيرها من الطائرات المقاتلة. جدير بالذكر أن أوكرانيا بصدد تسلم عدد من طائرات F-16 من الدنمارك وهولندا والنرويج وبلجيكا خلال الأشهر القليلة المقبلة. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ببذل قصارى جهده لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار، وذلك خلال زيارته موقع الكارثة التي أودت بحياة 6 أشخاص. وأضاف بايدن أنه سيتم بحلول نهاية مايو فتح قناة جديدة تسمح بوصول السفن إلى أحد أكبر الموانئ الأمريكية، داعيا الكونغرس لدعم خططه لتمويل كلفة إعادة بناء الجسر بالكامل. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 4.8 درجات هز مدينة نيويورك فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية. وشعر الدبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي في نيويورك بمقاعدهم تهتز أثناء جلسة بشأن غزة فيما توقفت الطائرات عن الإقلاع لفترة وجيزة عندما باغت الزلزال المدينة. أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة والصين أجرتا محادثات خلال الأسبوع تناولت ملف الأمن بين جيشهما للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وقال مسؤول عسكري أمريكي إن الاتفاق بالنسبة للقيادة العسكرية هو الوسيلة الرئيسية لمناقشة الأمن الجوي والبحري مع الجيش الصيني. وجاء استئناف المحادثات بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في نوفمبر الماضي على تخفيف التوترات واستئناف الاتصالات العسكرية بين البلدين. أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والفلبين أنها ستجري مناورات عسكرية بحرية وجوية مشتركة في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه غدا. وأوضح بيان مشترك لوزراء دفاع الدول الأربع أن المناورات تظهر الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ. وتأتي المناورات قبل أيام من عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أول قمة ثلاثية مع زعيمي الفلبين واليابان.
كشف يانس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن طرد عدة موظفين روس من مقر الحلف بسبب اتهامات بالتجسس. وقال ستولتنبرغ إن الحلف تأكد من قيام الموظفين الروس بأنشطة تجاوزت العمل الدبلوماسي إلى التجسس. أعلنت روسيا أنها ستقيم محادثات رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فوندرلاين ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بعد أن تصدر ياريفان بيانات رسمية حول هذه القضية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه من الضروري انتظار البيانات الرسمية من الجانب الأرميني لتفسير ما يعني من إجراءات مباحثات حول التكامل عبر الأطلسي. تخطط النرويج لزيادة إنفاقها العسكري بمبلغ 56 مليار دولار حتى عام 2036 لتعزيز دفاعها ضد روسيا والتحديات الأمنية الأخرى. وقال رئيس الوزراء النرويجي إن هذه الخطة تمثل دفعة تاريخية في الإنفاق الدفاعي وتتضمن تعزيزا كبيرا لجميع فروع القوات المسلحة. قالت خدمات الطوارئ المحلية في روسيا إن عمليات إجلاء السكان تجري على قدم وساق بعد تصدع سد في منطقة أورسك بمنطقة جبال الأورال الروسية. وأوضحت وكالة تاس للأنباء إن نحو 4000 منزل يسكنها 10000 من سكان إحدى ضواحي أورسك قد تغمرها المياه نتيجة تصدع السد. يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون موسم الأعاصير الأطلسية نشطا للغاية لعام 2024 جراء ارتفاع درجات حرارة سطح البحر الدافئة، مرجحين حدوث 5 أعاصير كبرى من إجمالي 11 إعصار تشكل جزءا من توقعات 23 عاصفة محددة. يوم تلو الآخر، تتزايد المخاوف من تداعيات التغير المناخي الناجم عن الاحترار العالمي الذي يسفر عن تصاعد حدة الطقس القاسي والذي يؤثر بدوره على جميع أنحاء العالم. خبراء الأرصاد الجوية في جامعة ولاية كولورادو توقعوا موسم أعاصير للمحيط الأطلسي نشطا للغاية في العام الجاري بسبب درجات حرارة سطح البحر الدافئة في الصيف والخريف. إن الشيء الذي يبرز حقا هذا العام والذي يمثل تحديا للتنبؤ أيضا هو درجات الحرارة القياسية لسطح البحر الأطلسي التي نشهدها. تثار الأعاصير بواسطة الماء الدافئ الذي يمثل الوقود المولد لتلك الأعاصير التي قد تتشكل. التوقعات التي تتم مراقبتها على نطاق واسع أشارت لاحتمالية حدوث 5 أعاصير كبرى أو تلك التي تزيد سرعة الرياح فيها عن 178 كيلومتر في الساعة من إجمالي 11 إعصارا، يشكل جزءا من توقعات ل 23 عاصفة محددة. هناك بعض البصمات لتغير المناخ فيما نشهده هذا العام. نحن نعلم أن درجة الحرارة العالمية آخذة في الارتفاع، ونرى هذا التأثير في محيطاتنا العالمية التي تستمر في الدفء أيضا، خاصة هذا العام الذي يقترب من تسجيل مستويات قياسية في مناطق واسعة من المحيط الأطلسي الاستوائي وشبه الاستوائي، وهذا هو المحرك الرئيسي وراء توقعات هذا العام. توقعات خبراء أرصاد جامعة كولورادو تتوافق مع كافة الترجيحات الأخرى التي تشير إليها شركة الطقس التي نوهت بوجود فرصة بنسبة من 10 إلى 15% لحدوث 30 عاصفة أو أكثر في موسم الأعاصير لعام 2024 والذي يبدأ في الأول من يونيو ويستمر حتى 30 من نوفمبر المقبل. وتعد شدة العواصف والأعاصير صورة واحدة من صور تداعيات تطرف المناخ وارتفاع درجات الحرارة التي يبدو من المستحيل السيطرة عليها، ما يرفع من وتيرة التحذيرات من شدة الطقس القاسي بكل صوره. وقبل الختام مشاهدينا الكرام نذكر حضراتكم بأهم العناوين.
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة. بايدن يتعهد ببذل قصارى جهده لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار. والسلطات الروسية تبدأ إجلاء السكان في منطقة جبال الأورال بعد تصدع سد وحدوث فيضانات. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، وللمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكراً على طيب المتابعة. قدمت لكم نشرة الأخبار، أنا حنان عاطف، إلى اللقاء.